ليه عم تطلع هيك؟ الظاهر جاني مثل اخوها. وين هفي؟ عليا انت منيحة؟ فاي جبر رح تيجي معنا على المخفر. بس انتو اخدتوا افادتها لعليا هون. رح ناخد افادتها عنا. حدا يفسر لي بس ليه عم تتعاملوا معها هيك؟ اختي شاهدة مانا متهمة. حق عليكي انت، انت شو قلتي لهم؟ رح سود لها عيشتها ضو نهار ما عاد تحلم تشوفه. لك انت ليه عم تعملي هيك؟ شو قلتي له؟ ده اخذوا اختي معهم، شو قلتي له؟ فسري لي. سكيورتي سكيورتي مو لهالدرجه عليا عيب. شو عم تخوفينا يعني؟ هدي حبيبتي روح. طيب اشحطونا يلا. خلص ما في داعي، نحن طالعين لحالنا. يلا ورد، يلا رفيف، خلينا نروح لعند في. شو في؟ شو عم بيصير؟ تعال امشي امشي. شو في؟ صدقني ما بعرف. شو عم يصير؟ الدرك اجوا اخذوها لفهي. كيف يعني؟ وليش ما اخذوا افادتها هون؟ لانها متهمه بالشهادة. شو هالمسخره هي؟ الاستاذ استعمل فرد بي الخاص وقت قوس على خيي. فسر لي حدا، يفسر لي كيف حصل على هيدا الفرد بالزيت قوس. شو بيعرفني؟ بس اكيد في ما لها علاقه، هذا اكيد. لا والله، وليه ما تكون هي اللي عطيته الفرد؟ ايه؟ شو متهمينا؟ ما فينا نعطيكم ولا أي معلومة، لو سمحتوا انطروا بلا إزعاج. تفضل ندعم بدق. قالوا إيه حبيبي؟ ما تخافي، فاي عم ياخذوا إفادتها. لا شو بو صوتي؟ أنت نامي ارتاحي ونحن منطمنك. روقي. الشاب اللي قوص على زوجك هو حبيبك السابق، صح؟ مظبوط. بس هو كان حاطط الفرد على حاله، على راسه له. كنت بتعرفي انه قوص بمسدس بيو لزوجك؟ شو؟ كيف يعني؟ حضرتك بدك تشرحي لنا، انت يلي اعطيتيه الفرد؟ لا. كنت بتعرفي انه رح يداوم البيت؟ لا. حضرتك يلي فتحتي له الباب؟ لا. انتوا خططتوا لهيدا الشيء سوا، انت اللي طلبتي منه يقتله لزوجك؟ لا 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 اكيد لا.